السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف أداة قوية بتساعد المبرمجين اسمها كود وسيبرار. دي تبع أمازون، شركة أمازون اللي عاملاها، مستندة للذكاء الاصطناعي ومستندة للتعلم الآلي عشان تساعد المنتجين المطورين إن هم يحسنوا الإنتاج بتاعهم. هي مرتكزة على خدمات الأمازون بتاعت الويب اللي هي الـ AWS، وهي جزء من الـ AWS ID توكت، وبتشتغل برضو مع البيات الاخرى زي الجيت برينس اللي شغال مع الفيجوال ستوديو كود وهكذا. وبرضو بتدعم لغات برمجة زي السي شارب والجافا والجافا سكريبت والتايب سكريبت والبايثون. ممكن تشتغل بيها بدون مقابل. هم بيقولوا انها خلال فترة التجربة، بس فترة التجربة قد ايه او الفلوس قد ايه مفيش اي معلومات عن الموقع. دي هي اللغات البرمجة اللي انت ممكن تكتب بيها، الجافا والجافا سكريبت والبايثون والتايب سكريبت والسي شارب، بحيث ان توفر معاك الوقت كان معاك شات جي بي تي في قلب البرمجه.